في وصفات من المقادير تدري انها قوية، يعني هذه من مقاديرها واضحة لذيذة، واعتقد بعد يعني عرفتوها من المقادير. بسوي فتة الورق عنب، ذكرتني فيها واحدة من متابعات انا سويتها معاكم قبل 3 أو 4 سنوات بطريقتين. سويتها مرة بالورق عنب، ومرة سويتها بحشوة الورق عنب نفس الريزوتو. سويتها الطريقتين ألذ من بعض. اليوم بعلمكم الطريقة السهلة، والمرة الجاية نسوي الطريقة اللي شوية أصعب. نحتاج طبعا ورق عنب مطبوخ جاهز، ولازم يكون لذيذ علشان تطلع الفتة لذيذة، يعني لا تحطين أي ورق عنب. أنا عادة أسويها بالورق عنب الزايد، إذا عندنا ورق عنب زايد يعني طابخينه وزايد نسويها فيه، أو تقدرون مثلا أي ورق عنب أنت تحبينه تطلبينه من أي مكان تسوين الفتة فيه. أوكي، طبعا أنا مسوية معاكم الورق عنب من قبل، طريقتي موجودة بالإنستغرام. عندكم هني الثوم المهروس، خبز مقلي، رمان، صنوبر مقلي، طحينة أو هردة، صلصة طحينية يعني. وآخر شيء عندنا الروب والبقدونس، الروب للصوص والبقدونس للتزيين. يلا نسوي فتتنا اللذيذة مع بعض. أول شيء ورق العنب، شوفوا أنا لأن ورق العنب عندي ذايب وايد، يعني ذايب تاكلينه بقفشة عادي، فما راح أقطعه. عادة أنا شو أسوي إذا شوية الورقة ناشفة؟ أقطعه إلى 3 قطع، كل حبة ورق عنب أقطعها إلى 3 قطع. اليوم راح أحطه كذي كامل، أوكي، لأن شوفوا بالشوكة ينقص وايد ترف وايد ذايب، فما يحتاج انقطعه، أوكي؟ شفتوا؟ شوفوا ذايب. راح أصففه عندي هني بمعون التقديم. الحين بنسوي الصوص، صوص الفتة، طبعا نفس أي صوص فتة عادي، نفس الفتة العادية التقليدية. أنا مرات أحط فيه مايونيز، اليوم لا، أبي الطعم التقليدي، ما راح أحط فيه مايونيز. عندي هني روب، أوكي، يعني حسب أنت وكميتكم، أنا تقريبا هني مستخدمة 2 كوب روب، أوكي. وبحط هردة أو صلصة طحينية أو طحينة، ما أدري أنت وشنو تسمونها. بحط 3 ملاعق على 2 كوب روب. أوكي كذي كافي. مرات أحط بصوص الفتة مايونيز، ومرات ما أحط عشان لا تصير ثقيلة، أكتفي بالروب والهردة. عندي هني ثوم، فص ثوم مدقوق أيضا أضيفه على الصوص وأخلط. حسيت الصوص ثقيل أخففه بشوية لبن. تقدرون تحطون عصرة ليمون، أنا ما راح أحط لأن ورق العنب عندي وايد حامض، أوكي، فنكتفي بحموضة ورق العنب، ما نبي الصوص يصير بعد حامض، ورشة ملح. وبعد ما راح أكثر لأن قلت لكم ورق العنب يعني مطبوخ جاهز حامض ومالح، أوكي، بس ونخلط. يعني يمتزج عندي الصوص عدل. الصوص عندي خلاص امتزج جاهز، الحين شو اسوي؟ احطه على ورق العنب، اوكي، بعد ما صفيته بالماعون اصب الصوص عليه. بدي الحين نحط المقادير اللذيذة على بعض. اول شيء نحط الصوص بهالطريقة فوق ورق العنب، وايد لذيذة الطريقة بنات، يحبون ورق العنب وايد راح تجوز لكم. شوفوا تقدرون تحطون بطاط مقلي، بيديام مقلي، تقدرون تحطون خس، بس ألذ طريقة هذه البسيطة اللي ما فيها مقادير غير ورق العنب والصوص، صراحة هذه أقوى واحدة. نكمل نحط الأشياء اللذيذة، نحط الرمان اختياري بس لذيذ، يعني جربوا مع الرمان وايد، جربوا طبق مع الرمان وايد راح يعجبكم، اوكي. عندنا هني الخبز المقلي، هذا كثروا منه. طبعا تقدم مباشرة من تحطين المقادير والخبز، تقدمينها مباشرة. ورق العنب لازم يكون بارد
ما ينفع يكون حار. الحين شنو السنوبر؟ أموت على السنوبر بالفتات، أحبه وايد، يخلي الفتة طعمها ألذ. أدخلكم كذي كريمين كريمين بالسنوبر والخبز. برد بعد أعطي رشة رمان، أوكي، ورشة بقدونس، شوية رمان بعد من فوق، نكسر لون الصنوبر والخبز ورشة بقدونس. طبعا واضح صوتي نايم، حدي دايخة حدي، بس قاومت والله، قلت ما أبي أنام، أبي أسوي معاكم وصفة وأخرب نومتي. أوكي، هذا البقدونس وخلصنا. تكفون شنو يبي لها؟ بيبسي بارد فل ثلج، وادعوا لي على اللذة. قاعدين تشوفون الجمال، تشوفون اللذة، شوفوا شوفوا. أقول لكم في وصفات من المقادير تدرين أنها نار قوية. هذه الوصفة السهلة، فتة ورق العنب السهلة. الوصفة الصعبة راح أسويها معكم يوم ثاني، هي مو صعبة بس المقصد منها أنه ما مو ورق عنب جاهز، لا، نسوي حشوة الورق عنب مع ورق عنب، نسوي نفس روزوتو وبعدين نسوي فيه الفتة بعد ما يبرد، عرفتوا؟ بعد وايد لذيذ، سويتها معاكم من قبل وموجودة بإنستغرامي واليوتيوب مالي، ونعيدها إن شاء الله. اليوم سويت هذه البسيطة حق اللي طلبتها مني، وبس والله قمت أبولع بريجي باكل، وايد حلوة، تصلح يعني عشاء وتصلح طبق مقبلات. شوفوا، قلت لكم ورق عنب ذايب، فشوفوا شوفوا بالشوكة، بالشوكة كذي تاخذين لك لقمة من كل شيء، خبز وصنوبر. شوفوا تحطون هذه، يسمونها اللقمة المثالية، اللي يكون فيها من كل شيء، ورق عنب وصوص وخبز وصنوبر ورمان، وبالعافية. اتينن اتينن اتينن، والله خيالية بنات. وترى قلت لكم تقدرون تحطون فيها بديان، تحطون تحت خس، تقدرون تحطون بطاط، بس تبونها نار جربوها كذي. ضروري 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 يكون ورق العنب قوي علشان تضبط معاكم الوصفة وتطلع قوية. أنا أدري تحبون الوصفات السهلة أكثر من الوصفات اللي فيها خطوات، أنا ما تيب راسي هالوصفات، أحب الوصفة اللي فيها شغل وفيها جدور وقرقعة بالمطبخ، هذه حلوة مو حلوة بس مو جوي، عرفتوا؟ المهم إنه نار وشرار، جربوها. خلقوا ما يبلي بيبسي وأكمل عشاي، ونلتقي باكر إن شاء الله. باي باي.